في مختلف بلاد العالم عموما وفي أشباه البلاد والتي يطلق عليها مجازا العالم الثالث والرابع خصوصا، يعزف أو يعزف حرس في الشرف لحنا مميزا يدعى اللحن الوطني للترحاب بالزعيم. يضرب أحيانا أخرى 21 طلقة ترحابا بسيد البلاد وولي نعمتها، هكذا يؤلهون فراعينهم. عزف الألحان المميزة أو ضرب الطلقات يكون مصحوبا ببث مباشر على الهواء يستفيد فيه المذيع والذي أشرب النفاق حتى أذنيه، يستفيد في وصف عظمة وجمال وحنكة الزعيم الكبير. أما هناك كان الوضع مختلفا، في بلجيكا وتحديدا في العاصمة بروكسل في مستشفى سان بيتر. هذا المشفى والذي شكل مركزا رئيسا في معالجة المصابين بالوباء منذ بدأ اجتياحه للبلاد، هناك تم معالجة أول مريض عند عودته من وهان الصينية. لا يعلم الكثيرون منا أنه من بين الدول الأكثر تضررا سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان، 78 حالة وفاة لكل 100,000 ساكن. أسبانيا أكثر من أسبانيا، 59 حالة وفاة لكل 100,000. إيطاليا 53 لكل 100,000. بريطانيا 51 لكل 100,000. بلجيكا معدل خطير. رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويليمس أثناء زيارتها المستشفى سان بيتر في بروكسل لتفقد الأطقم الطبية فوجئت بالأطباء والممرضين والموظفين يشكلون سلسلتين بشريتين لاستقبالها، لكنه كان استقبال بطعم مختلف لم تتخيل رئيسة الوزراء مذاقه يوما. لاحظتم؟ لم يقف الطاقم الطبي هكذا منذ البداية لكي لا تشعر الطواقم الأمنية بنية الغدر. أول ما كانت سيارة سيدة البلاد الأولى تصل إلى أي فرد من الطاقم الطبي كان يدير ظهره فورا في شكل مفاجئ. درس حضاري وقاسي في آن واحد لرئيسة الوزراء، والتي كانت تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها بجولة على مستشفيات البلاد منذ أن بدأت الأزمة. لم تجرؤ أن تعلق أو تنتقد أو تصدر بيانا، تقبلت الصفعة في صمت. العاملون في المشفى عبروا عن خيبة الأمل من أداء الحكومة في قضايا طبية تتعلق بانخفاض ميزانية الرعاية الصحية، ضعف الرواتب، نقص الموظفين والخطة الفاشلة لمواجهة الوباء. أما في بلادي فلم يجرؤ الفرعون الرخيص على الاقتراب من أي مشفى أو مركز طبي على الإطلاق منذ تفجر الوباء، بل إنه لم يقترب من الأساس من وزيرة الصحة والتي دائما ما يحرص أن تبقى بعيدة عنه ليضمن سلامته. وإذا حدث، إذا حدث وتمت تلك الزيارة في مصر، وتخيلنا جدلا جدلا أن الطواقم الطبية المصرية قررت أن تدير ظهرها لموكب الفرعون، فلن تروا وجوههم مرة أخرى إلا إذا ساندهم الشعب. الله غالب.